السلام عليكم مشاهدينا مشاهدي برنامج المستكشف. ضمن سلسلة حلقاتنا الاستثنائية الخاصة بشهر محرم وصفر والزيارة الأربعينية، اليوم راح نستكشف مجمع شهيد المحراب. هذا المجمع اللي يحتوي على أروقة عديدة بالإضافة إلى خدمات يقدمها للزائرين وخدمات اجتماعية وثقافية، وبعد هذه الخدمات الاجتماعية والثقافية على الزيارة الأربعينية. فأبقوا وياي بعد هالفاصل نكمل كل التفاصيل الخاصة بمجمع شهيد المحراب. السيد محمد باقر الحكيم شهيد المحراب، اسم ارتبط بالنجف وأهلها، اسم ارتبط بالعلم والعلماء، شخصية من الشخصيات التي آثرت وقدمت الغالي والنفيس في سبيل الدين والمذهب والوطن. بداياته خير بداية، إذ تربى في أحضان العلم والعلماء، وختامه خير ختام كجده أمير المؤمنين عليه السلام، شهادة في محراب الصلاة. مشاهدين بكل مكان نحب نستكشف لازم نتعرف على المفاصل اللي موجودة بهذا المكان، وهنا عندنا مفاصل كثيرة بمرقد شهيد المحراب أو مجمع شهيد المحراب الثقافي. وأول مكان وأهم مكان هو المرقد الشريف لشهيد المحراب اللي موجود على إيدي اليمنى، بالإضافة إلى المصلى اللي يتسع إلى تقريبا 1200 مصلي. هذا المكان موجود طبعا تقريبا بالباحة الثانية للمرقد. الجزء الثالث المهم اللي موجود ايضا هو المدارس. اكو مدرستين، مدرسة للرجال ومدرسة للنساء، مدارس حوزوية اكيد، وهذه المدارس تسع الى 1500 شخص لكل مدرسة. يعني المدرسة النسائية تحتوي على 1500 طالبة والمدرسة الرجالية تحتوي على 1500 طالب. بالاضافة الى المكانات اللي موجودة ايضا بهذه الجهة هي مؤسسة شهيد المحراب. هذه المؤسسة اللي تحتوي على مقتنيات شهيد المحراب وكل التراث الخاص به واللي يتعلق به خلال مسيرته اللي استمرت طول على طول فترة حياته حتى وصوله الى العراق واستشهاده بمرقد الامام علي عليه السلام. بالاضافة الى الجامعة اللي تحتوي على 4000 طالب، جامعة الإسلامية اللي تحتوي على 4000 طالب، وأيضا إلى المكتبة العامة اللي تعتبر من أهم مفاصل هذا المكان وتحتوي تقريبا على مليون كتاب. مليون كتاب طبعا هو رقم كلش مهول لمجمع ثقافي موجود. كل هذه الأشياء والمقتنيات اللي موجودة والمفاصل اللي موجودة بمجمع شهيد المحراب تتوج أيضا بوجود مضيف الإمام الحسن اللي يستضيف الزوار خلال الزيارة الأربعينية بالإضافة إلى المناسبات الدينية. راح ندخل بأول المكانات اللي هنا موجودة حتى نستكشف كل هذه المكانات وتفاصيلها أيضا وبعدها الثقافي والاجتماعي بالزيارة الأربعينية. يضم مجمع شهيد المحراب الكثير من المرافق الدينية والثقافية والفكرية، ومن هذه المرافق المصلى الكبير الذي يضمه، وذلك يدل على اهتمام صاحب هذا المكان في زمانه بإقامة الصلاة والحث عليها. مشاهدين، ثاني اكبر مكان بمجمع شهيد المحراب الثقافي اللي تشوفوه بعد ان انتقلنا من مرقد شهيد المحراب الى هذا المكان هو المصلى. المصلى اللي يتسع ل 12000 شخص اللي تشوفوه حاليا هو بتكمله من هنا ومن هنا تكمله لهذا المكان. احنا اليوم هنا دا نشوف الاستعدادات اللي دا يشتغلون بها خدمه الموكب شهيد المحراب او مجمع شهيد المحراب الثقافي، دا يهيئون كل التفاصيل. جذب انتباهي بصراحه هواي تفاصيل حلوه من ضمنها الارضيه المتناسقه اللي تنطي انطباع او راحه للزائر. اغلبنا احنا حاليا لما نريد نجي نزور او لما نروح مكانات معينه نشوف تنوع الخدمه بالاضافه الى نوعيه الخدمه، تنوعها ونوعيتها. نوعيه الخدمه اللي هنا موجوده من تكييف، اجهزه تكييف وتبريد موجوده. اللي سالت الخدمه اللي موجودين هنا بمجمع شهيد المحراب قالوا لي انه المكان يتسع ل 12000 مصلي عندما يكون الجامع مهيئ للصلاة، لكن يتسع تقريبا ل 17000 شخص يكون متواجد بهذا المكان حتى يبيت. يعني هو مبيت ل 17000 شخص بالإضافة إلى تخصيص مساحة تقريبا 2000 متر مربع فقط للغذاء، يعني فقط لتغذية الزوار اللي موجودين.
الفراش اللي موجود هنا يوميا طبعا ينقل من مكان الى مكان اخر حتى يترك مساحه خاليه، لانه مثل ما تعرفون هو ايضا مكان للراحه ومكان مبيت. فاكو شيفت صباحي موجود هنا للخدمه الصباحيه اللي موجوده، بالاضافه الى الشيفت المسائي اللي يطلع كل الاشياء كل الاغراض بالليل حتى يبلشون بالعمل. تقريبا هنا اكو من 460 الى 480 سجاده موجوده تنفرش لخدمه الزوار، بالاضافه الى الاف الاغطيه اللي موجوده لخدمتهم، بالاضافه الى المرشدين اللي موجودين هنا حتى يساعدون. جذب انتباهي مجموعه من التفاصيل هي نظافه المكان، بالاضافه الى التعطير اللي موجود بهذا المكان حتى يترك انطباع جيد مثل ما قلت لكم للزوار. انا راح انتقل وياكم بعد هذا الفاصل حتى نكمل رحله استكشافنا بمرقد قد شهيد المحراب أو مجمع شهيد المحراب الثقافي. الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء لم يتهاون عن أداء فرض صلاته، ووقف في ذلك الجو المشحون بالمخاطر ليؤدي صلاته الأخيرة وأهل بيته وأصحابه، وتأسيا بالحسين عليه السلام تقام الصلاة في المصلى الكبير، مصاحبا لهذه الصلاة نشاط فكري ثقافي وتحفيز للزائرين لإقامة الصلاة والحث على أدائها في وقتها. مشاهدينا طبعا كان من حسن حظنا انه احنا نقدر نصور بالمرقد بالساعه قبل، يعني قبل ساعه، لانه حاليا بداوا اعمال الصيانه الخاصه بالمصلى، لانه المصلى كان تحت الصيانه والكهربائيين هم اللي يشتغلون على اعمال الصيانه اللي موجوده حاليا، لانه الفتره اللي احنا بها هي الفتره اللي تسبق وصول الزوار الى المرقد او وصول الزوار الى مدينه النجف الاشرف. هذا المكان مستقبلا بعد يمكن 4 أو 5 أيام او بعد فتره وصول الزوار الى مدينه النجف الاشرف راح يتسع من 11000 الى 17000 زائر راح يكون بهذا المكان، بحيث يعتبر هذا المكان وهذه الباحه هي اكبر موكب موجود بالنجف الاشرف من حيث المساحه ومن حيث استيعاب الزوار، ايضا من حيث كميه الوجبات اللي تنطي، كميه الخدمات اللي تنطي، كميه المياه، لانه قد ما كبروا كل ما كبروا الزوار، كل ما كبرت حجم العمل كل ما صار هو الاكبر، لذلك على هذا الاساس كان هو من اكبر المواكب اللي موجوده بالنجف الاشرف وتقدم خدمات لزوار ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام. لم يقتصر مجمع شهيد المحراب على الجوانب الدينية والثقافية والفكرية، حيث هذا المكان وهذا الصرح العملاق يتحول إلى موكب لخدمة زائري أبي عبد الله الحسين عليه السلام في أيام الزيارة الأربعينية، حيث يتحول هذا المكان المبارك إلى مكان إيواء وتقديم الخدمات للزائرين الكرام المتوجهين لكعبة الخلود أبي الأحرار سيرا على الأقدام. مشاهدينا خلفي مركز التراث، تراث السيد الحكيم، هذه المؤسسة اللي تجمع مجموعة من الطوائف الإسلامية اللي موجودة اللي تجي لهنا، بالإضافة إلى الخدمة الثقافية اللي يقدمها مؤسسة شهيد المحراب. أنا ردت أتكلم ووقفت خلف هذه المؤسسة الثقافية، مؤسسة التراث، لأنه تعتبر من المؤسسات الثقافية اللي موجودة بهذا المجمع الثقافي. يحتوي هذا المجمع الثقافي على مجموعة من الأنشطة الثقافية خلال الزيارة الأربعينية، وهذا من أهم الأهداف اللي موجودة لكل المؤسسات. المفروض كل المؤسسات يصير عندها خدمة ثقافية خلال الزيارة الأربعينية، وتعتبر التوعية هي رقم واحد برأيي بالزيارة الأربعينية. فالمحاضرات الدينية اللي تقام بهذا المكان هي من فضلاء الحوزة الدينية، بالإضافة إلى صلاة الجماعة اللي إمها فضلاء الحوزة، بالإضافة إلى أسرة آل الحكيم اللي يكونون متطوعين لإمامة الصلاة أو للمحاضرات الدينية اللي تطرح بهذا المكان، بالإضافة إلى الوفود
اللي تجي من الجامعات الأجنبية، يعني مجموعة من الجامعات الأجنبية من باكستان، من إيران، من دول عربية بالإضافة إلى دول أوروبية، تجي على شكل جروبات تسجل كأنما هو هنا مكان يجون يقيمون به، لذلك يحجزون به هذه الجروبات. تحجز مثلا حسب ما افتهمت من اللي موجودين هنا، لما يقولون إنه إحنا راح يحجز هنا يكتب هذا فلان تاريخ لهذه الجامعة، فلان تاريخ لهذه الجامعة، فالجامعة لما تجي تجيب وياها أنشطتها وثقافتها، لأن كل جامعة عندها أنشطة ثقافية تأديها خلال الزيارة الأربعينية. هذه جزء من الأنشطة، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الثقافية اللي هي الزيارات واللي تجي مثلا من دول معينة حتى تزور هذا المكان. أنا سمعت أيضا من الشباب اللي موجودين هنا اللي يخدمون أنه حتى مؤسسات أجنبية من لندن بالإضافة إلى أوروبا تجي هنا حتى تسوي أفلام وثائقية، وهذا جزء من الأجزاء، بالإضافة إلى قناتنا قناة الفرات اللي دائما تحرص أن تكون متواجدة خلال أربعينية الإمام الحسين لطرح مجموعة من المواضيع والقصص اللي تخص الزوار ويقدموها كمادة ومحتوى ثقافي وإعلامي لمؤسسة الفرات الإعلامية. الشيء الخدمي أنا راح أخذ فاصل أتجول به لأنه شفت بعض الأشياء اللي موجودة هنا جذبت انتباهي، وأكمل وياكم حلقتنا لهذا اليوم بمرقد شهيد المحراب. أجواء روحانية يعيشها الزائر الوافد لمجمع شهيد المحراب أثناء رحلة مسيره التي يفد بها إلى الحسين عليه السلام. العاملون يوفرون أجواء تناسب قدسية هذه الرحلة لكي يبقى الزائر على أتم وجه من الراحة، إضافة إلى توفير كل الخدمات التي يحتاجها الزائر من مأكل ومشرب وإيواء. مشاهدينا، وصلت للجزء الأخير من برنامجنا من حلقتنا لهذا اليوم، الحلقة الاستثنائية الخاصة بمجمع شهيد المحراب الثقافي، وتسليط الضوء على الخدمات اللي قدمها، الخدمات الثقافية والاجتماعية والخدمية بالزيارة الأربعينية. وهنا أنا حبيت أنه أنوه فد شيء شفته بصراحة داخل هذا المجمع، أنه بداية الخدمة أو الناس اللي تخدم الموكب أو تخدم موكب مجمع شهيد المحراب هو خاص بأسرة آل الحكيم، كل أبنائهم، كل شبابهم، كل شيبتهم دا يأدون كل هذه الخدمات اللي شفتوها. كل هذه أغلب الترتيبات تقريبا 90% اللي شفتوها داخل المرقد هي لأسرة آل الحكيم، واللي هم أصروا أنه ما يطلعون بالتلفزيون، لذلك تشوفوني أنا كنت وحدي طول هذه الحلقة لأنه ما قبلوا أن يطلعون بالتلفزيون، حبوا أنه فقط يخدمون بمرقد شهيد المحراب. الخدمات اللي تقدم ببداية الزيارة وتبدي تقريبا من 7:00 مثل ما قالوا لي، ببداية زيادة عدد الزوار بشارع النجف الأشرف، راح تبدي هذه الخدمات عن طريق الخدمة اللي يسجلون أيضا أسمائهم واللي يكونون متواجدين من كل دول العالم يجون لهذا المرقد حتى يخدمون به. فهذه الأشياء اللي تشوفوها، الخدمات اللي تقدم أيضا، هالسنة يمكن الدنيا حارة والجو حار كان، لذلك شفنا أكو مبردات بالإضافة إلى شحن الهواتف، بالإضافة إلى الوجبات توصل تقريبا 10,000 وجبة باليوم، بالإضافة إلى الخدمات المبيت، خدمات الشرب، خدمات المي اللي يقدم للساكني أو اللي يكونون موجودين بهذا المكان، بالإضافة إلى الناس اللي تجي المستطرقين يسحولهم، يعني الشخص اللي يجي للموكب يأكل ويشرب ويطلع حتى يكمل زيارة الأربعينية. أنا إن شاء الله قدرت أتوفق بهذه الحلقة أقدم لكم جزء بسيط من الخدمات ما قبل الزيارة الأربعينية بمرقد شهيد المحراب، وقدرت إن شاء الله أنه أقدم أفضل خدمة يمكن بهذه الحلقة. وصلت لهنا نهاية حلقتنا، نهاية حلقة المستكشف الاستثنائية بمرقد شهيد المحراب ومن النجف الأشرف. أقول لكم في أمان الله.